ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر موبقات، ولكن لا يحكمون على صاحبها بالكفر، بل يحكمون على أنه ناقص الإيمان، تنقص الإيمان، وحكم صاحبها أنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة وبإجماع أهل العلم، بالأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم.